ودي قصة تانية. العالم مليء بالحاجات المضرة لينا، مثلا مخلفات المياه بتخلي المياه الغير نظيفة. تعالوا نشوف الأرض جوه عاملة ازاي. أسمع الراديو كده، تم إعلان 71% غير نظيف. احنا لازم نحل المشكلة. أنا هجيب صحابي يساعدوني إن احنا ننظف. أخيرا عرفنا ننظف البحر. دي أول قصة بتاعت البيئة، هي عبارة عن المياه غير نظيفة وولد وصحابه، يعني والبحر كله، الناس اللي قاعدين في البحر وصحابه قاعدين بيشتغلوا في البحر. دي أول حاجة.